شانك والله انك تكتب انت تكتب من احساس آس وشعور آس يقول قول ما ادري ورق العنب الدين والاخلاق والصدق والجود الدين والاخلاق والصدق والجود يا حظ منه حاشن كاملات الى الله عطاك الاربع المنقود واطلب من المعبود حسن الثباتي واحسب حسابك واحسب حسابك للسجلات والشهود شهود فالقبر والظلمة وبعد الممات الله عليك كملته ايش هذا الشعر هذه حكمة يا جماعة اسمع عواد مازال طويل ونعم صح لسانك وتلشانك صح الدنيا